وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت تعاملات جلسة اليوم بتباين مؤشراتها، وزاد رأس المال السوقي بنحو 1,200,000,000 جنيه مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 708,425,000,000 جنيه، حيث ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 9% ليصل إلى مستوى 10,881 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2,647 نقطة، كما هبط مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 88% ليصل إلى مستوى 3,598 نقطة. وللمزيد من المتابعة والتحليل للبورصة المصرية اليوم، ينضم إلينا هاتفيا خبيرة أسواق المال الأستاذة عصمة ياسين. ضيفتي الكريمة، في البداية كيف ترين أداء البورصة خلال اليوم، وما أهم الأحداث التي أثرت على تعاملات البورصة المصرية اليوم؟ مساء الخير يا فندم. طبعا اهم حدث هو الحدث اللي الجميع بينتظره، هو الطرح الجديد ان شاء الله اي فاينانس للشركه الحكوميه، اللي يعتبر اول طرح منذ اعلاننا عن برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2016. ده يعتبر طرح كل السوق متصدر ليه ومتشوقين ان احنا نشوف الطرح دوت على ارض الواقع هيبتدي ينجح ولا لا. والحقيقه ان احنا عندنا المؤشرات الرئيسيه بدات تدينا اشارات بان ان شاء الله الطرح هيكون في مجال النجاح. لا احنا خلصنا طرح المؤسسات، الطرح الخاص انتهى على خير وتمت تغطيته اكتر من مره، واحنا دلوقتي حاليا في الفتره اللي فيها الطرح العام ينتهي مع نهايه الاسبوع، وان شاء الله هيبتدي يدرك السهم اي فاينانس ادراك كامل في السوق المصري ابتداء من الاسبوع المقبل، متوقعين له ان شاء الله نجاح، خاصه ان القطاع يعتبر ان هو ما فيش فيه اسهم كتير او شركات مقيده كتير تقدر تعبر بشكل كبير عن حركه هذا القطاع اللي احنا شفنا فيه نشاط ملحوظ جدا من بعد جائحه كورونا في 2020 وتوجه الشعب كله للتعامل مع التكنولوجي والشراء والبيع عن طريق هذه الشركات. ان شاء الله شركه اي فاينانس هتكون خاصه بالمدفوعات الحكوميه، وده هيديها قوه وهيديها باور كبير في الماركت، وان شاء الله هتحقق لنا تارجت كبير. احنا شايفين ده على ارض الواقع ان احنا بدات تدخل عندنا اكواد جديده علشان تدخل معانا في الطرح، وده اللي هو يعني نقدر نقول ده زي زمن مصير الاتصالات في 2006. فاحنا بنتمنى ان شاء الله ان يكون دي خطوه اولى وما تنتهيش الموقف عند هنا عند هذه النقطه، بل بالعكس احنا عايزين توسع اكبر في الماركت وحل المشاكل الرئيسيه المستعصيه اللي كانت السبب الرئيسي في التراجع القوي قوي ومطلع من شهر 9. الحقيقه ان احنا من اول شهر 9 احنا كنا في تراجع قوي، احنا لسه بادئين نتحرك بشكل ايجابي بسيط خلال هذا الشهر مع تفاؤل كبير بالطرح. نعم. زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان المؤشر الرئيسي النهارده طالع صحيح 19 نقطه، لكن احنا لسه ما زلنا تحت منطقه ال 11,000. حال ان احنا نثبت عند منطقه 11,000 11,070 نبتدي ننتهي من الحركه التصحيحيه العنيفه اللي شفناها خلال الفتره الماضيه، ونبتدي نشهد مناطق سعريه جديده ومناطق مقاومه جديده على المؤشر الرئيسي. طبعا مؤشر ال 70 النزول اللي فيه الحالي ما اقدرش اقول عليه ان هو هبوط قوي، بل ان انا هقول ان هو كان عمليات جني ارباح، لان معظم الافراد دلوقتي متشوقين ان هم يدخلوا في الطرح الجديد، فبيحصل عمليه تقفيل لبعض المراكز الشرائيه عشان تحقيق سيوله يقدروا يدخلوا يغطوا بيها الطرح. نعم، خبيرة الأسواق المالية عصمة ياسين كنت معنا، شكرا جزيلا لك.